شيخ، هذه امرأة مقيمة داخل المملكة ووالدها خارج البلاد، وهو الآن مريض مرضا شديدا وتريد السفر إليه، وزوجها لا يستطيع السفر معها. تقول هل يجوز أن تسافر دون محرم؟ والله لا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية أن تسافر مطلق ولم يذكر مساء يوم أو يومين، فما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وبإمكانها أن تتصل على أبيها بوسائل الاتصال وتدعو له وتسلم عليه، تقول الله ما استطعتم. نعم.